يلا بينا نسمي بالله ونعمل الطريقة الأول تصنيع البوليبيف في البيت، وبعد كده نطلع منه إنتاج حلو جدا. طيب المكونات بتاعتنا إيه؟ معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هتبقى موجود معانا كل المكونات على الشاشة حالا، ومعانا بابريكا، ومعانا كمان ملح، ومعانا 2 مكعب مرق، معانا بهارات لحمه، ومعانا فلفل اسود، ومعانا ورق روري، ده بعد ما بنغلي كل المكونات على النار بنشيله، ومعانا كمان توم بودر، ومعانا شويه كزبره، ومعانا بصلايه متقطعه 4 ارباع، وشويه جوز الطيب، ومعانا كوبايتين من الميه. طيب على كيلو اللحمه المفرومه بنحط كوبايتين ميه، طب على نص كيلو اللحمه المفرومه بنحط كوبايه ميه واحده، تمام؟ عشان بس مش عايزين سوائل كتير، مش عايزين نفقد اي فوائد موجودة في اللحمة بتاعتنا، عايزين نعملها بطريقة صحية وحلوة ونستفيد منها. كل المكونات موجودة معانا على الشاشة، ومعانا لون طعام. انا بالنسبة لي مش هحطه زي ما حطيتش امبارح، مش عايزة زي ما قلت اي الوان صناعية، مش عايزة اي مواد حافظة، ومش عايزة اي حاجة، تمام؟ مفروض ان احنا نحط جيلاتين. طب ما فيش جيلاتين، نقدر نحط ايه تاني نستبدله؟ شوية دسم. يعني ايه شوية دسم؟ يعني ممكن نحط قطعة زبدة او قطعة سمنة بلدي تغنينا عن الجيلاتين، بس هو الجيلاتين بصراحة في الوصفة دي بتدينا نتيجة حلوة جدا، تمام كده؟ معايا معلقة واحدة من الجيلاتين هستخدمها عشان خاطر يعني ادي القوام بتاع البوليبيف بتاع الشارع. انت عايزة تستثنين من الوصفة وتحطي البدائل اللي هي الدهون، مفيش مشكلة خالص. طيب انا معايا كوباية من المية بتغلي على النار، تعالوا نشوف مع بعض كده اهو. هنحط كل مكوناتنا، ممكن نوطي الاربيس بعد اذنكم، تمام؟ اللحمة المفرومة بتاعتنا نسبة الدهون بتاعتنا فيها على الاقل 10%، يعني لما بروح عند الجزار بنطلب منه كده عايزين لحمة مفرومة يكون فيها نسبة دهن، هو بيبقى عارف عامل من كل حاجة، يعني هتلاقي عنده في التلاجة اللي هو من غير دهون خالص وفي نسبة دهون، هيقول لك ده عندك وده عندك، انت اختاري الحاجة اللي تناسبك. فاحنا عايزين نشتغل بحاجة فيها دهون. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط المكونات الأول اهو، ناخد معلقة بقى عشان نكمل. الله يسامحكم، مش عارفة اتكلم من ال تمام. بسم الله، هناخد بقى معلقة من البابريكا، معلقة كبيرة اهو، تمام؟ يعني المعلقتين زي ما قلت امبارح، المعلقة الصغيرة بنحط معلقتين صغيرين يعني بمقام معلقة كبيرة، تمام كده؟ هناخد نسبة الملح بتاعتنا، نص معلقة من الملح، هناخد نص معلقة من الفلفل الاسود، وهناخد معلقة كبيرة كده من البهارات اللحمة، معلقة صغيرة، هناخد كمان معلقة كزبرة اهو، وهناخد الورق الروري، ناخد كم عود كده، كم واحدة، لا هي كندوز عادي. استاذ مهاب كالعادة بيتدخل معانا كده وبيشاركنا في الوصفة بتاعتنا، بيقول لي ليها نوع معين، لا هي الكندوز البقري العادية بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها. رشة كده من جوزة الطيب صغيرة، تمام؟ حطينا كل مكوناتنا كده، هنسيبها بقى تغلي، وهناخد البصلية بتاعتنا، بسم الله، هنقلب تقليبة ونسيبها تستوي. تستوي يعني حوالي ربع ساعة كده على النار، لان احنا كلنا عارفين ان اللحمة المفرومة بتاعتنا ما بتاخدش وقت، مش شرط تقلبيها على فكرة، احنا كل ده هيتضرب في الكبة معانا، فالنتيجة هتبقى مضمونة، ما تقلقوش خالص انها تكتل مع بعضها او اي حاجة. طيب احنا هنفضل سايبينها على النار مدة قد ايه؟ لحد ما تشرب السوائل اللي احنا حطيناها، يعني كوباية المية تتشربها. ليه قللنا من كمية المية؟ عشان ما نفقدش الفايدة اللي في اللحمة بتاعتنا او في الوصفة بتاعتنا، تمام؟ احنا مفروض هنغطيها ونبدأ نشتغل على الوصفات التانية. طيب دي هتاخد مننا قد ايه بالظبط؟ زي ما قلنا على حسب السوائل او على حسب الكميه اللي احنا حاطينها، هنبدا تتشرب السوائل بتاعتنا، هتبقى استوت وتمام جدا. هنضرب كل ده في الخلاط، ومفيش مشكله لو البصل ما استواش 100%، لو في اي حاجه فيهم كلها توابل يعتبر، هي بس البصلايه اللي ممكن تاخد مننا سوا شويه، ولو فيها نص سوا هتديني طعم احلى، لان هيبقى فيها تذكره البصل، هيبقى فيها ريحه البصل، هتبقى حلوه قوي، تمام؟ هنغطي الوصفه بتاعتنا تستوي على راحتها او تتشرب السوائل بتاعتها على راحتها، وممكن نبدا في بقيه الوصفات بتاعتنا.